يا ولد هات المندوس ملمس مندوسك هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك راحت عليك الفلوس قلنا لك بيع المندوس هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك مساء الخير والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على شاشة سمة دبي على تطبيق أوان على منصة التيك توك حساب سمة دبي في اللايف وين ما كنتوا تشاهدون برنامجكم لقاكم محبتكم سعادتكم جوايزكم في برنامج المندوس دور هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا حيكم يا مرحبا والله العشر الأواخر الليالي المبروكة الأيام الطيبة أيام التسامح والسعادة والرحمات والمغفرة والعتق من النار يا رب يحقق أمانيكم ويسعدكم ويعطيكم ويغنيكم ويرضيكم يا رب يا كريم يا مرحبا وسهلا أعزائي المشاهدين هذه الأرقام على الشاشة اليوم ضميري أنبني وانا اذا ضميري انبني الله عاد الله ضميري انا ضميري انا ضميري مضرب الامثال ليش ضميري منبني احس البارحه قصرت المكالمات يعني خذنا مكالمات لكنها ودنا بعد ناخذ اكثر اليوم ان شاء الله بنعوضكم ان شاء الله لكن عندي خبر وعندي علم عندي خبر وعندي علم للي في دبي اللي صوب البرشه وضواحي البرشه كلكم يعني يا هل جميرة ويا هل القوز ويا وين بعد أي صوب كلكم بلا استثناء هل ند الحمر وهل ند الشبه وهل كلهم واللي بينا من برا دبي مرحبا به وسهلا مؤسسة دبي للإعلام وقناة سمة دبي وبالتنسيق مع شرطة دبي وبالتنسيق مع فرجان دبي وقسم التسويق عندنا في مؤسسة دبي للإعلام مسوين كذا تظاهرة حلوة وجميلة مثل ما تعرفون سمة دبي تجوب كل يوم على الفطور في فرجان وأحياء دبي مع مدفع الإفطار المدفع الجوال أو الرحال اللي يدور بين فرجان دبي يفرح الناس ويحيي هذه العادة القديمة قديمة جدا لكنها تحمل روحانيات وتحمل سعادة وتحمل لقى أهل الفرجان عند مدفع الإفطار المندوس وراعي المندوس والفلوس واللي يوزع الفلوس والمناديس وجذور الهريس إيه لأن في إفطار صايم وفي كسر صيام وفي هدايا وفي جوائز وشرطة دبي ما شاء الله بيجيبون الخيال وبيجيبون سيايرهم الزقر وبيجيبون الشيء العدل وفرجان دبي بعد ما يقصرون ويانا خص هالفريج البرشة وين في البرشة وين في البرشة مجابل حديقة بحيرة البرشة عند البوابة رقم 3 حديقة بحيرة البرشة البوابة رقم 3 متى الكلام هذا قبل الفطور بساعة 5:30 هناك إن شاء الله أول الله قوة الله وياكم بنشل حق المندوس وبنتصور وياكم وبناخذ علومكم وبنسألكم أسئلة وبنجسم الجوائز وبنجسم المناديس وبنمندس مندوسك هي والله مندس مندوسك هي والله مندس مندوسك وبتشوفون الشيء اللي يصيركم مع تنظيم ومع ترتيب أفضل وأحسن من ترتيبنا الأول اللي سويناه في القوانين إن شاء الله فأنتوا تعالوا أنتوا وعيالكم وهلكم كبار وصغار مرحبا بكم سمة دبي قناتكم ونحن ودنا كل مذيعينا وكل برامجنا يجون لكنهم يعرفون عادة عبيدان شوية يعني هبريح هبريح إيه أنا يعني هم اختاروا أرشق واحد أضعف واحد قالوا هذا أبوي ميو على الفطور وايد المهم لا والله لا ما شيء فرق بين البرامج كلهم برامج يعني اعزاز وغالين لكن يعني هذا برنامج شعبي وجريب من الناس برنامج المندوس ولا يتخير عن اي برنامج في دبي للاعلام وفي سمة دبي كلها برامج ناجحه وكلها برامج مهمه وانا اتعلم منهم كلهم اساتذتي واتعلم منهم عموما برنامج المندوس وراعي المندوس
والمناديس ومندس مندوسك وجوائز ووجبات كسر الصيام ووجبات افطار صايب وشطة دبي منورين بمدفعهم بخيالتهم بسيايرهم اللاكشري. تعالوا تصوروا وياهم سيارات الزقرتية عاد هذه ها، وفرجان دبي مسوين بعد فعاليات حلوة. بيكون يوم وايد حلو جميل، وبنختمه من 5:30 لين تقريبا 6:30، وعقب كلنا بنتجمع حول المدفع المنقول لايف مباشرة على سمة دبي. ها وين بيكون؟ في حديقة بحيرة البرشة بوابة رقم 3. متى؟ يوم الجمعة الجاي ورا باكر، يوم الجمعة 14/4. ايه يوم الجمعة 14/4 المندوس يترياكم هناك. شو ما يغني لكم مندوس؟ سمعنا الشمري. ايه والله ايه ايه والله المندوس المندوس كله هدايا وفلوس ترياكم ها وجهك فاضي تظهر وجهك مدروس على هاد يقول هذا المندوس واللي يقول لي ما نحصل خط واللي يقول لي عيالي واللي يقول لي يبوني تصورون احنا موجودين وياكم حب وكرامه كلنا كلنا لكم وفدا لفرحتكم وسعادتكم. حياكم الله في هذا اللقاء، نترياكم يوم الجمعه، لكن نحن الحين وياكم مباشره وعندنا جوائز وعندنا علم وعندنا خبر وعندنا بيزات وعندنا فلوس فلوس. لو اني اليوم ما اسمع احس اختي يا نجود ها يوم انت ما حد بخير انا بخير. الحين تقول لي ايش حالك؟ الحين ايش حالك؟ انت يوم تغطين انا اخاف، يوم تغطين اعرف انه ما شيء خرده، لكن انا ما اعرف، انت تعرفيني؟ انا ما اعرف. موسيقى حزينة. حتى عيالي الصغارية يقلدون فيديوهات يحطون موسيقى حزينة، الله لين حزن عيالي، الله لين حزن. نجود باجي على رمضان اسبوع وشوية، 10 أيام، مرة لا تقصرين. اما انتش بالله يا نجود، لا تبيعي للبيت. لا لا ايش قص البيت؟ انا ها تعال مسلسل كويتي. اما ان شاء الله يا نجود لا تخلين حقهم ربيه واحده زياده. سلميهم البادجت مره. عطوك 10 قولي صرفنا 10. عطوك 100 قولي صرفنا 100. عطوك 90 قولي صرفنا 90. اتفاق يا نجود ولا وعدت اوعدت اوعدت اني ما اطلع البادجت واوعدت اني ما اخلي شيء. هذا كله للناس لأهلنا ولعيالنا اللي فرحتهم ويستاهلون يستاهلون. هات المندوس يا ولي. لا والله هي بس الفكرة كلها أمانة، الواحد مأمن مأمن على جوائز وعلى مبالغ، ونحن نسعى أن نوصلها بالطريقة الزينة والحلوة اللي ترضيكم. لو شفتونا أحيانا نطول ها، لكن هدفنا أن نزود الجوائز، هذا هدفنا. كنت أقول صراحة إيه نعم ممكن بل الجميع يستاهل. أنا ما أريد أخذ 10 مكالمات كل واحد 2000 2000 أقول يلا مع السلامة، لا أنا أحسن لي أخذ لو 5 بس مستانسين ومبسوطين وراضين وسعيدين. لأن كما قال الشاعر سابقا، شاعر شو يقول؟ يقول أكواليتي نوت كوانتيتي. وصح لسانكم شكرا. يا مرحبا وسهلا، طولت عليكم إن شاء الله ما أطول وأخذ مكالمات وايد اليوم. على كل حال طبعا يحييكم فريق العمل في برنامج المندوس مع مخرجنا الرائع الاماراتي المبدع محمد النجفي، اختنا البروديوسر يوسف السويدي، وكل الشباب والاخوان والخوات ما يقصرون. نبغى نشكر اللي قدموا لنا جوائز في برنامج المندوس، المحامي الاماراتي القدير عيسى بن حيدر قدم معنا سيارتين، بنته حفظها الله الاخت لطيفه بنت عيسى بن حيدر، هي قدمت من خلال منصتها اللي عندها ومشروعها المميز اللي يساعد المرأة على الاستثمار في العقار، منصة بيتوكي، قدموا بعد سيارتين اكرمهم الله ما قصروا. كذلك معانا في برنامج المندوس الشروق مول للعبايات والشيل في عجمان، قدموا معانا جوائز نقدية في برنامج المندوس. احيانا من كثر ما اسوي دعايات حق الشيل والعبايات، اليوم ام محمد تتصل فيني ام العيال تقول لي ابو عبايه، قلت له وين يمشي عبايه؟ انا قال ترى كنت تقول كل يوم شروق مول شروق مول سريب لي عبايه. قلت له ابو انت صدقتي انا شو وديني الحين؟ انا الحين عندي مندوس، انا صرت ايمان وصلت شروق مول في ايمان، شو ظهرني بالنكل.
على كل حال على كل حال ايضا قدموا معانا جوائز نقديه في برنامج المندوس منصه ذبيحتي، هذه المنصه الاماراتيه المميزه لتوصيل اللحوم بالطريقه والنوعيه اللي تختارونها، ومنصه جدا مميزه. كذلك قدموا معانا جوائز نقديه في برنامج المندوس، شركه المندوس المندوس في المندوس، هذا الاسم الاماراتي العريق، طبعا موجود في قطر، موجود في عمان، في السعوديه، ما شاء الله المندوس نجاح يعني منقطع النظير، واحلى نعول للعيد يستاهلون، مشكورين شركه المندوس ما قصرت. كذلك قدموا معانا جوائز نقديه في برنامج المندوس، مطاعم تشيكي على مستوى الدوله 12 فرع مقدمين مناديس، كل مندوس في 20,000، جواهم الله تشيكي ما يقصرون، بياضويه تشيكي بياضويه. كذلك جمارك دبي، جمارك دبي قدموا معانا جوائز نقديه، نشكرهم عليها ونتمنى لهم التوفيق. ها تمام كذي ابو علي، اسال الحين السؤال قبل ما اقول ان عندنا رقم، الرقم هذا رقم الواتساب، ترشون عليه فيديوهاتكم، طبعا ما يقصرون الشباب قد ما يقدرون ياخذون من المقاطع ويحطونها، وطبعا ان شاء الله بعد حلقه العيد بنحاول نسوي كذا فيديو كليب. ها شو رايك بالوهقه هذه؟ شو رايك بالوهقه؟ نسوي للعيد، العيد العيد باقي عليه 10 ايام، سوي كليب للفيديوهات، روح تحطه حطه حطا حطا في 5 دقائق، سووا كليب مع اغاني العيد واللقطات هذه، وقسموا الشاشه، لا تزعلون حد، نزلوهم كلهم عيالنا كلهم منورين. على كل حال على هذا الواتساب طرشوا فيديوهات عيالكم، احنا عندنا كل اسبوع فيديو يفوز احسن فيديو، ها باكر بيعلن عن احلى فيديو، هذا ثالث واحد بيفوز 5000 درهم لاجمل فيديو. الحق ما تلحق، اللي ما طرش يطرش، ترى باكر السحب. ها اجمل فيديو باكر بيختارون اجمل فيديو، بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. شو بعد عندنا؟ عندنا سلمكم الله السؤال العود، المندوس الكبير اللي ما شارك، انتبهوا المشاركه مش بالتعليقات في السوشيال ميديا، ما بالتعليقات الانستغرام تكتب لي على بوست مال سمة دبي ولا بوست حسابي، لا المشاركه بالموبايل، طلع الموبايل وتطرش اس ام اس انزين، وتكتب جواب السؤال اللي بنطرحها بعد شوي، وتطرش عقب مسج على الارقام اللي بنحطها على الشاشه، كل ما طرشت اكثر رقمك واسمك تكرر في السحب اكثر وفرصتك زادت. السؤال يقول، هذا طبعا جايزته مسكن بمليون ونص، ركزوا معاي، دميه لعبه اخذها وعرضها في الفضاء معاه رائد فضاء الاماراتي سلطان النيادي، شو اسمها؟ سهيل، جواب رقم واحد سهيل، سهيل على نجم سهيل، رقم اثنين حمد، رقم ثلاثة هزاع. انتو شو تسوون الحين؟ تفتحون المسج الرسائل النصية القصيرة، تكتبون الرسالة وتكتبون في الرسالة ميم، ميم اختصار المندوس، ميم او ام، تكتبون واحد او اثنين او ثلاثة كيفكم، رقم الجواب ميم واحد ميم اثنين ميم كيفكم، وتطرشون المسج على ارقام الظاهرة على الشاشة. اذا انتو في الامارات تطرشون المسج على الرقم 7783، اذا انت اتصالات ولا دو 7783، إذا أنت من السعودية قدامك موبايلي زين، إذا أنت من عمان قدامك، من البحرين، من الأردن، من العراق، من الكويت، تقريبا هذه الدول اللي يعني السيستم يتقبل منها رسائل مرحبا بهم وسهلة، تب ميم واحد أو ميم اثنين أو ميم ثلاثة أو ام 1 ام 2 ام 3 وطرش المسج وتريا ويانا على آخر المندوس سحب لأكبر لأكبر لأغلى مندوس استوى في العالم كله، مندوسي مسكن قيمته مليون ونص درهم إماراتي، مقدم من مؤسسة دبي الإعلام، يعني يابوكم الفلوس والسيارة والبيت، هذا اللي ما عرس بعد ماله حق شن حيله، بس بعد خلاص بعد همان مكتب عمره في كل شيء، ما شاء الله ها ما شاء الله، الله يبارك لكم ويهنيكم. اللي عندي خلصت الحين، الباقي كله عندكم، مكالماتكم، همتكم، شيلتكم، ها واتصالاتكم. واحد من ربع اليوم قبل شوي يكلمني يقول لي انت وهقتنا الحين، عندي الحرمه اللي يعني الله يطول عمرها امه حالفه اللي تتصلون في المندوس، ويقول لها يا امي احنا كنا شواب في البيت، ها واذا عبد الله اسمع قال غنوا حق المندوس، قال غنوا شو وراكم؟ قال احنا كنا ابوي 50 و40 و50 و60 سنه، ما شيء ابوي كبير وصغير، كل حد غني يا اولاد هات المندوس يا ولد، هات المندوس يا ولد، هات المندوس، هات الاتصال وهات المندوس. السلام عليكم، الو
مريم، سلام عليك يا مريم. عليكم السلام. مرحبا مرحبا يا مريم، ايش حالك ابويا؟ الله يسلمكم يا ربي يا ربي، يا الله ترزقني حظ. شو حالك؟ عساك طيب؟ طيب طال حالك، الله يسلمك. بخير. طولوا لي على صوتها خل اسمعها عدل. مرحبا مرحبا، انا بخير. كل عام. يا مرحبا الساع. مرحبتين، مرحبا ملايين. الله يسلمك. ولا يسدا، مرحبا بمريم وصوت يا. مريم وحس مريم وبيت مريم واهل مريم. مرحبا مرحبا مرحبا. يسلمك يا رب. الله يسلمك. ايش حالك؟ وانت بصحه وسلامه يا رب، تقبل الله طاعتكم. يا رب. مبروك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل. الله يبارك فيك يا رب. ايش حالك طال عمرك؟ خير الله يسلمك. انا شو ازقرت؟ ازقرت خالوه ولا امي ولا اختي؟ اللي تباه. لا يعتمد، انت قرري، انت تبين صغرين عمرك ولا اخاف اقول لك خالو. ها؟ خالو. لا خالو. تطلعين صغيره وتقولين ادخل خل راسك. لا صغيره، صغيره خالو. ما بصغيره؟ لا ما بصغيره. اذا ما بصغيره هاي مشكله على فكره. لان نحن الكبار. لا 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 بصغيره. خالو خالو مريم، نحن الكبار نستحي منهم، فلازم نفوز، لازم نفوزهم. لازم تفوزني اليوم. هي. وبعدين وبعدين ربعنا ادارتنا ما يرضون في دبي الاعلام، ودرانا ما يرضون، يقول ما تخيل، ما تستحي، تخسر كبار، تخسر امهاتنا. يا ويلك يا سواد، شو اسوي انا الحين عاد؟ لا لا تفوزني. لا انت فايز ان شاء الله. هي لكن بعد اقول ما بلا الكبار ياخذون جوائز. الكبار الكبار ابوي قلوبهم طيبه. انت يوم انت يوم تم يوم تسوي عمرك خالتي، انت خالو على الفاضي. خالو. لا 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 لا. خالو لا وراها عرسيه ولا وراها هريسه ولا وراها هديه ان شاء الله، ولا وراها القيمات ولا وراها شباب ولا محله ولا العيد ولا خمير ولا بلاليق ولا شو. لا 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 لا، كل اللي تباه ان شاء الله. هزرج من العين. كفو عليك، كثر الله خيرك. الله يسلمك. لا لا، قرب صوب العين وكل التباو والاستشيه مره. الله يطول عمرك، نحن ما بنجربكم. الله يسلمك يا رب. هل العين ابوي سيف مجرب؟ ما الله اكبر، ما يبالي. لكن انا تطورت امي، الحين ما اكل هالسوالف. انا ودرت هذا فرني عصيد خبيث بثيث، ودرته. انا ما اكل الا ليش بودينج. لا هذا ودره، انا ما منه فايده. شو ما منه فايده؟ تشيز كيك. هذا اللي تاكله تشيز كيك. لا هاي ما منه فايده. تعال حتى العصيد. هي ما منه فايده. تشيز كيك امي، تشيز كيك ما منه فايده. ها عصيده وخبيصه، هذا وايد في منه فايده، كل الشكر. لا ذاك هذا كله الاولي. هي الاولي. لا الاولين صح اكلهم لانه يحرقون، يتحركون حرتين. ناس حيين، راعي النخل في النخل، واللي يرقى يبل، واللي واللي ما بتنبارك سلام. شو قصدك يعني؟ شو قصدك يعني؟ صح. شو قصدك خالو؟ شو قصدك يعني؟ انت شايفني انا يعني لا. يعني يوم تاكل بتصير لا تحركها، بتصير النخل. زين زين، بخبرك انا خالو، اخبرك الحين هالمندوس ما يبى باور، ما يبى بترول، ما يبى طاقه. يبى يبى هل مباغم، هل مزاعج، هذا الشهر كامل ما يبى بعد بطن مدروس. يبى يبى هاي ايش قايل بعد؟ هذا هو طال عمرك يا ولد. هات يا هات المندوس، هات المندوس يا ولد، هات المندوس. تعالوا 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 يا ولد. سمعتم العيال؟ ايه الله يحفظهم هالعين هالعين. يلا غنوا غنوا، هذا المندوس مندوسك، مندوسك هذا المندوس، مندوسك مندوسك. يا ربي يا ربي مندوسك. يا علها يا رب، هذا هذا المندوس. ايه ايه مستانسين مستانسين مستانسين. الله يحفظهم، يعلهم دوم مستانسين ان شاء الله يا رب. الله يسلمك يا رب. حقهم خلاين هنا، حق وناستكم وسعادتكم بس. انتوا يوم راضين ومستانسين ما نبغى شيء بعد. لا راضيين. الله يحفظك خالو، الله يطول عمرك. الله يسلمك امي، سلمت امي. زين خالو، سؤالك يقول تم انشاء مركز محمد بن راشد لاعداد القاده في عام 2003 تحت شعار شو؟
تحت شعار قادة المستقبل، إعداد قادة الغد ولا القادة الشباب؟ خير الأمور الوسط، وخذي الجواب من عيالك وخبرينا يا خالو مريم. الشباب، قادة الشباب. الشباب نعم يوم يجهزون ها، والشباب هم شو، هم الأمس ولا الغد؟ الشواب. الغد. نحن الأمس، نحن الشواب الأمس. ها؟ قادة الغد. قادة الغد. هي. هي نعم هي نعم. هي. قادة الغد. كفو كفو كفو، نعم منهم، نعم منهم قادة هي. الغد، وفيهم الخير والبركة للغد، وغد الإمارات ومستقبل الإمارات. دوم فوق ودوم في رفع إن شاء الله يا رب العالمين. والجواب صح. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد يا ولد يا ولد. ما بوقف بعد غنوا. لا ما بوقف، لا تعصب علي، لا تواجعني يا ولد، لا لا تهاجعني. اسمع يلا غني غني امي غني، قولي خلي يقولون. والله يا ولد المندوس، يا ولد هات المندوس، هات المندوس، هات المندوس. الحين قول وقف يا ولد. بلا هذا شو سوى؟ يا ولد مندوس طب خلاص وقف وقف وقف. بسم الله الرحمن الرحيم. زين أمي كم يرضيك؟ كم يرضيك؟ هوي مسعيد سبعة. سبعة يرضيك؟ والله غالي والطلب رخيص، بس سبعة خلاص تم راضي قبول؟ قبول. ما تقصر ما تقصر. قبول بس خلاص. بس سبعة خلاص. قبول 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 قبول. سبعة سبعة قبول. مرة مرة مرة. ما في دريج ماي بس عيال أبوي. ما بسبعة ما بسبعة. مبروك عليك ثمانية. مبروك مبروك. هي والله مبروك مبروك. هي والله. أقول لحظة أمي خلو. أوه ها ها يستوي رد الوقت خمس دقائق. رد راضين راضين راضين. ما تزعلين مني بس راضين. ما تزعلين مني؟ الحمد لله بس. يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك. هذه لأبوي هم عيال الإمارات، هذه لهم عيال الدار، هل الدار حامدين وشاكرين وذاكرين الله. ولا الفيزات تسيب وترد صح ولا لا؟ الحمد لله. يعني يعني السيارة السيارة معوضة وأنا ولدك صح ولا لا؟ صح. نعم تولي أهم شيء صحك. شو يعني تولي السيارة برايها؟ صح. 8000 برايه. الله راي 8000 برايه. الله راي 8000 حقك تستاهلين. وانا الله راي دلي بابك استاهل. لا لا بابك بابك. انا شو هذا؟ الحمد لله الحمد لله. وين انا خالتك وين خالتك وين كلها كلها اكلها بعد. انا خالتك وين خالتك ليش كو
وانا كلها حاضر باكل باكل ايه بالعافيه بالعافيه العافيه ماخذ 8000 انت ايه اقول عندكم دقوس دقوس في البيت عندكم ولا ما عندكم سمعوني سمعوني هات المندوس قولوا هيل عم شي تعال يلا قولوا قولوا يا ولد يا ولد مبروك مبروك مندوس المندوسك مبروك 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 عندنا فاصل وعقب الفاصل بنكاسر ونفاصل يا وليد هات المندوس عشان هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك هات المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك المندوس 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 قلنا لك مين المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك يا وليد هات المندوس هات المندوس مندوسك لا تسحبون فلوسنا انا احبك وايد يا ولد المندوس يا ولد المندوس السلام عليكم انا اسمي فاطمه يا ولد هات المندوس 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 هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك عم عبد الله ابن المندوس هات المندوس يا ولد هات المندوس هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك انا عبد الله حبك وايد يا عمي بنتي مسوى مغصوبه شكلها مسكينه تبى تتسحر وهو يبى يسوي مندوس وهي زعلانه شكلها يا قلبي يا قلبي عليهم الله يحفظهم ويخليهم نسمع تحيه كبيره لعيالنا صدقولهم صدقولهم يا حبايبي يا حبايبي الله يحفظهم لا تنسون يوم الجمعة نحن نترياكم الجمعة الجاية في حديقة أبو حيرة البرشة قبل الفطور بساعة 5:30 المندوسة هناك شطة دبي وعروضها المميزة هناك فرجان دبي شراغات وناس جوائز هدايا وتوزيع افطار صايم وكسر صيام ومدفع الافطار وخير خير 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 روح هات المندوس يا ولد مرحبا مرحبا بنادية من دبي السلام عليكم يا نادية سلام رحمة ايش حالك يا نادية الحمد لله شخبارك بشرينا عن شبوية الحمد لله الله يعطيك الصحة والعافية الله يحييك الله يعافيك يا رب شو رمضان وياكم الحمد لله اوكي شو اسم دبي وياكم والله انتاج مستانسين ان شاء الله راضين مستانسين الحمد لله الحمد لله هذا اهم شيء والحمد الحمد لله. لله الحمد لله يعني سمة دبي يعني تعرفين كل الفريق يشتغل عشان سعادتكم ورضاكم وتكونوا مبسوطين ومستانسين ويانا في الشهر الفضيل ان شاء الله يا رب ما بالله سمة دبي وقناة دبي وكل قنوات دبي للاعلام يا رب بالتوفيق ان شاء الله يا رب يلا يا نادية حد عندك حد حولك حد صوبك يلا وينهم يا قلبي يا قلبي يا قلبي انتم وين في دبي يا نادية احنا من العوير هي والله ونعم مرحبا بالعوير وهل العوير حيكم حيكم يلا يوم الجمعة تعالوا ترومون يوم الجمعة نحن سايرين البرشة وبنسوي مناديس هناك هي وبنشوف الصغار والكبار وكلنا بنغني هناك حتى هذا الشمري بودي وياي هالمرة يلا قول قول هات يا وليد هات المندوس يا قلبي يا زعلني هي والله هي والله لا يسحبون فلوسك سؤالكم يقول كم موقع يتم توزيع الوجبات فيه في إمارة دبي خلال الشهر الفضيل شهر خير وشهر عطاء ودبي بلاد خير وأهلها أهل خير وشيوخها شيوخ خير والكل يتسابق من أجر الخير يوزعون افطار صايم في الشهر الفضيل في كم موقع
أكثر من 1100 موقع ولا أكثر من 100 موقع ولا أكثر من 500 موقع؟ هاتي الجواب. أكثر من 1100 موقع؟ نعم صحيح صحيح. شوف الخير شوف البركة. الله يا رب الله يا رب يجعلها إن شاء الله في ثواب شيوخنا ودفعة بلاء على بلادنا، ويكتب أجر كل من يتبرع وكل من يطعم المساكين وكل من يفطر الصايمين. وعلى فكرة بخبركم شغلة، أنا هذا الشيء أنا أعرفه بنفسي لأني أنا أسير بنفسي، سواء مع الإعلام ولا مع غيره. نحن أبوي عندنا في الإمارات في دبي وفي دولة الإمارات يوم نقول إفطار صايم، للعلم فقط هذا مو للمسلمين، هذا مو للمسلمين، هذا لكل الناس، لكل الناس من كل الأديان من كل الأجناس. مرحبا بهم، حب وكرامة، إخوان وجيران وأصدقاء وسلام وتسامح، وفي كل كبد رطبة أجر. وهذا شهر خير، هذا شهر إن كان صايم خير وبركة، وإن ما كان صايم ألفت قلبه وأطعمته وسعدته. وهذا هذا شهر خير عندنا، وأبشركم الخير وايد الخير وايد الخير وايد، بلاد خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا أبوي الحمد لله يا رب الحمد لله. يلا يلا قولوا وقف، قولوا هات المندوس، قولوا يا ولد هات المندوس يا ولد وعمري عيالي وبديتم. يلا قولوا وقف أوقف. وقفت بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكتب لكم الرزق الحلال الطيب. نادية صح؟ نادية 3000 حلوين؟ لا المندوس. 3000 حلوين؟ المندوس. 3000 زينة؟ المندوس. 4000 توكلي على الله بس على الطمع الزايد. المندوس. 4000 فيها بركة أحسن من 10 ما فيها بركة أبوي. المندوس. نفتح؟ نفتح. 5000 بعطيك. المندوس. ما بدنا يعطيك ترى التلفزيون يعطيك. جزاهم الله خير والمقدمين الجوائز في البرنامج. هيك 5000 المندوس. انت عنيده يا ناديه. تو طالع بفك بفك طالع بالمندوس بفك. نجرب حظنا بسم الله. تجربون حظكم. هذا الدقوس. انا ادور الدقوس اللي ويا البفك. هاتوا طلع الدقوس. هاتوا هاتوا البفك هاتوا البفك هاتوا هذا ها البفك موجود والدقوس موجود. والله خوش برنامج هذا. هذا مو برنامج المندوس، هذا مكبوس استوى هذا. هنا يلا ابوي مشكورين على الدقوس مالكم. نادية ما قصرتوا ها. هذا ها احنا خلاص هذا دقوس مكتوب شطه حاره شطه حاره. يلا تبون نطرش لكم الدقوس العوير ولا ما تبون؟ تبون؟ كم توقعين فيه؟ اللي من الله حياه الله. اللي من الله حياه الله. والله ما يجيب لك الخير لعباده. والله كتب لك الليله 7000 درهم. مبروك يا هذا المندوس مندوسكم لا يسحبون فلوسكم. 7000 درهم كاش. مبروك عيالي مبروك حبايبي مبروك. تستاهلون تستاهلون تستاهلون. مبروك مبروك مبروك. يا سلام يا سلام يا سلام شريفة ويانا. سلام عليك يا شريفة. ألو ألو سلام عليكم. ألو مرحبا شريفة. سلام عليك أبويا. دق دق التليفون يمكن في ماي شيء. ألو ألو سلام عليكم. عليكم السلام. أنا هنا قانون بيتنا كذي، أي شيء ما يشتغل ندقه.
الثلاجة ما تشتغل دقة، التليفون ما يشتغل دقة، المكيف ما يشتغل دقة، أي شيء ولا سبحان الله ماشي معانا أوكي، أي شيء دقة يشتغل. ها شريفة إيش حالك أختي؟ شريفة أقولك دق التليفون ما تسمعني. أسمع ها تسمعين أوكي؟ هي أوكي. ترى بيقطعون عنك يا شريفة وبتتغصصين. لا لا إن شاء الله. وعقب بتكتبين في الإنستغرام ما أدري وين في التويتر بتقولين هذا هذا علي يا جماعة ما في. الله يشهد وأنتي تشهدين أن برنامجنا ما في كان إيماني ما في لا واسطة ولا غيره. لا أبدا حب صح حب. ولا غلطان؟ صح. الله يشهد عليك. أنزين. رزق من الله سبحانه وتعالى الله يكتب لك اللي فيه الخير وأنا أخوك الله يبارك لك يا رب. يلا يا رب. حد عندك في البيت؟ أكيد. وينهم؟ 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 يا أولاد هاتي مندوس هي والله هي والله روح هي والله متراس 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 يا ولد هذا المندوس هذا المندوس مندوس لا يسحبون فلوسك هي والله المندوس المندوس كله هذا فلوس تدخل وجهك يلا عيالي شريفة يا شريفة هلا اخوي سؤالك يقول اختي يا شريفة رؤية طويلة المدى تمتد 5 عقود تشكل خارطة الطريق للعمل الحكومي رؤية الحكومة رؤية الاستدامة ولا مئوية الإمارات 2071 هذا الجواب مئوية الإمارات 2071 وانتي صح يا شريف تمام تمام صحيح هات يا وليد الله عليك هي والله هي والله لا يسحبون فلوسك يا حبايبي يا حبايبي لا يسحبون فلوسك هذا لمندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك هذا لمندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك يلا وقفي المندوس لا يسحبون فلوسك المندوس المندوس كلها هدايا وفلوس تسلوك مجرون ترى على فكرة ثلاث أربعة اللي يتصلون يبون يغنون ترى والله يعني بس يبون يشلون ويسوون ويصفقون ورمس وبس والله الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم ترى دوم في سعادة ودوم في أناسة انزين يلا أبوي اختاري مندوس قولي أوقف يلا بسرعة بسرعة قولي أوقف ستوب وين ستوب ما في شيء هني هذا المندوس يلا هذا زين زين هي زين بسم الله بسم الله توكلت على الله لله. الله يبارك لك الله ييسر لك يلا بنتي يلا شريفه شريفه أمي. هلا يلا شو رايك 4000 حلوين المندوس المندوس لا 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 أنا, لا انا انا مسوي دراسه على المناديس وبديت افهم قريت كتاب كيف تفكر المراه عشان اعرف كيف تفكر النجوم يحل بالمنجوش قريت كتاب الرجال المريخ النساء من الزهرة كيف تفهم عقل المرأة الاقتصادي عشان أفهم نجود كيف توزع المناديس نجود ما لك الحل الله بس يعرف الله قدمك معك يلا أبوي 5000 نبيع لا لا بيع 5000 المنجوش العظيم أنا الله يرحم هيتنا هذه بالها موسيقى حزينة يدنا أيام يقول لك 2000 ولا المندوس يقول 2000 بس يدنا أيام يوم عبد الله اسماعيل يعطي جائزة 3000 ها 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم الحين المتصلين تقول لهم 5000 يقول لك لا 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 تعال مندوس وعقب يصيحون البيت غالي شو هذا الحين كيف شي يعني ها كيف شي يلا بسم الله نفتح المندوس ولا 5000 المندوس فتحنا المندوس
يوم اقول لكم عقل المراه ما تعرف تحسبه بالرياضيات كيف ماليات المراه والماديات وايد صعب وايد صعب وايد صعب. وهذا على فكره انا ترى ما ذم انا امدح ايش قايل بعد المراه تعرف تدير اقتصاد البيت وميزانيه الاسره احنا احسن على الرجل والدليل على ذلك كلكم مديونين صح ولا لا؟ قصدي الدليل على ذلك كلكم مستانسين صح ولا لا؟ وفي دليل قوي بعد عندنا مصور اسمه احمد اليافعي هذا اليوم مصدوم يسمع الشباب يقولون عيالهم رايحين مدارس قال ما في مدارس اجازه كلهم طلعوا مدارس وحليل عياله يقولون له ها ابوي احنا في اجازه هو يصدق مسكين وانت ما مدرسه بعد عشان تسمع ولا ما تسمع فشلت الله يهديك 5000 في المندوس مبروك يا شريفه مبروك 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 هي والله مبروك هي والله هي والله يا حيكم فاصل بعدنا اللي بنربح الناس خلصت فلوسكم شي فلوس شي بيزات الزين يوم شي فلوس عيل بنحسب وبنفاصل وبنكاسر وبنعرف الحاصل لكن بعد هذا الفاصل في المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك يا المندوس يا ولد هات المندوس بارك لهم يحفظهم يا ربي. عايشة سلام عليك يا عايشة. ألو ألو مرحبا مرحبا يا عايشة ايش حالك؟ بخير الله يسلمك. كيف انت طال عمرك؟ ان شاء الله بخير. بخير ربي يعافيك. الله يسلمك يحفظك يا ربي. امين وياكم يا رب. هدوء عندك في البيت؟ هدوء والله ما حد انا وامي صخة مرة ما حد. الوالدة بخير؟ بخير والله هي اللي داقة هي متصلة بالتليفون ما شاء الله. ايش حق ترمسين انت؟ ما تبغى تستحي. تستحي من ولدها؟ انا ما ادق غاسلة ايدي من برنامج. تستحي من ولدها يعني ولا شو؟ تستحي من التلفزيون. من التلفزيون؟ ما بتطلع هي صوتها بس بيطلع ما بتطلع هي. تسوي شرات امهاتنا يعني يداتنا اول ما طلع التلفزيون ها؟ اول ما شغلوا التلفزيون تغشم قالوا ابوي ريال. ما يدرن وحليلن يعني من طيبتن ها؟ لا قول لها بس صوت ما بصورة. أما منو أمك؟ أما منو أمك؟ أم عاشة. أم عاشة؟ إيه ونعم أم عاشة. سلام عليك. سلام عليك أم عاشة. أمي سلام عليك. وعليكم السلام. شحالك خالو؟ انت تستحي بس هذا. يا ربي يا ربي الله يخليها ويحفظها. سلمي عليها صرقولة تستاهل ما شاء الله. الله يحفظها يا رب. هلا فيها واوصيك عليها.
ان شاء الله. جنتك ونارك امك. اي نعم اي نعم. جنتك ونارك امك. صدق صدق. بريتيها الله كتب لك الخير والبركه في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. قصرتي فيها والله 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 لو تطيرين وتحلين ما ترجعين في دنياك مو في اخرتك بعد فتحملي. الله الله فيها ابوي في عينك حطيها ما وصيت وانا اخوك. يلا يلا اختي يا عائشه. سؤال يقول مبادره وطنيه تهدف لاداره الفائض من الطعام والحد من هدره، هل هي مبادرة جسور الخير ولا مبادرة بنك الإمارات للطعام ولا مبادرة التطوع المجتمعي؟ بنك الإمارات للطعام. وانت صح يا عيش. يا سلام يا سلام يا سلام يا وليد هات المندوس هات. يلا ابويا يلا قولي بسم الله. قولي وقف 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 هات المندوس على آخر واحد. هذا وقف وقف. اليوم المندوس هذا بي على برد بيتكود لانه اخذنا كله من صوب واحد طالع هالصوب في مناديس هالصوب فاضي. بسم الله بسم الله. لكنه حظ نصيب ونحن يشهد الله علينا ان ما نعرف شوف المناديس. وعشان كذا يا عائشه عشان اعطي فرصه لغيرك خذي 3000 روحي. يلا بسم الله. 3000 انا والله اقول حق امي افتح المندوس. انت بخاطرك تفتحين المندوس. قلبك يقول لك افتحي المندوس. هي. لو قلت لك 4000 تفتحين المندوس. انا ابغى المندوس. ما ظني انا عارف عمري يوم اقول لك 5 و6 بتقولين هات هات هات. ما لا انا ابغى المندوس. بلا انا عارف انا عارف بس امي يلا تقول هات هات لو في السجن تبات هات. لا ها يعني 5 ما نبيع؟ 5 امي 5 امي فاضيه امي فاضي. الله الله الله. شو قالت الوالدة؟ تقول لا المندوس. يعني لو قلت 6 بعد براضي صح؟ أمي 6؟ أنا ما قلت 6 أنا جلس النبض مندوس بعد مندوس؟ حتى لو 6 حتى 6 بعد تبى المندوس؟ تبى المندوس إن شاء الله. آه هي تبى 7 قريبها. أمي 7؟ ما قلنا 7 الله هداك عشان تشاور. انا اسالها اذا هي تبى. انا ما يخصني انا بس. اه انت مرسول الغرام انت بس توصلي لي. ها مباحثات. يلا 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 سريع سريع ماشي وقت. عصب علي ابو علي. ها مندوس مندوس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام. مندوسك ما في فلوس مندوسك في كلام. عاشة وياك. مندوسك ما في فلوس مندوسك في كلام. الله يستر. شو مكتوب شو مكتوب في المندوس؟ قولي. سيارة. الله عليك. مندوسك ما في فلوس مندوسك مكتوب فيه اتصل مرة أخرى. الحمد لله الحمد لله. راحت عليك الفلوس قلنا لك بيع المندوس. راحت عليك الفلوس قلنا لك بيع المندوس. أنا اليوم شفت أول شيء أقول يوم شفت ماشي بيزات فرحت قلت سيارة. يعني يوم شيء كتابة في الكارت يوم شيء كتابة ماشي رقم عبارة شو؟ يعني مكتوب سيارة. اتصل مرة أخرى. انزين أقول عاشة. هي وياك. هي نعم. الوالدة الوالدة تزعل منه؟ لا والله راضية. راضية راضي والله؟ راضي. صد والله صد. راضية؟ والله راضية. عيل على رضوتها تسيرين السوق إن شاء الله تاخذين لها ها حيل ها ولا شغاب ها؟ ولا شف ها ولا خاتم زين ان شاء الله. 4000 درهم مبروك عليك. مبروك 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 مبروك. يا رب يا رب ترزقني حظ زين مثل حظ هل العين. يا ما شاء الله عليهم منورين 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 منورين. الو السلام عليكم.
أميرة. أميرة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أميرة، إيش حالك؟ خير الحمد لله. أميرة بخير. إذا أنت استعجلتي تعطين فرصة لغيرك، إذا أنت ما استعجلتي بنختم وياك، فشو رأيك؟ استعجلين؟ استعجل. كفو عليك يا أميرة. أيوة، نحب الخير لغيرنا وربعنا. كفو عليك. شارك سلطان النيادي رائد فضائنا الإماراتي في دراسة على متن محطة الفضاء الدولية لتطوير علاج. لشو؟ تطوير علاج، يسوين دراسة هناك. لشو؟ سكري النوع الثاني، الضغط، ولا القلب؟ بسم الله عليكم، بسم الله عليكم، بسم الله عليكم. يلا قولي. الله يحميكم ويعافيكم ويشافيكم يا رب، ويشافي كل مريض يا رب يا كريم. القلب. ها؟ القلب. لا لا لا، سأشر لك أنا. سكر النوع. طيب السكر النوع الثاني. يلا يعافيكم ويشافيكم. جواب صحيح. يا ولد هات المندوس. هات المندوس. يلا يلا يا أميرة قولي الجف. مندوس يا ولد، هات المندوس يا ولد. يا قلبي يا قلبي، هذا المندوس مندوسك، لا يسحبون فلوسك. يا عمري يا عمري. يلا تعالوا تعالوا لنا من العين، تعالوا لنا. مندوس يا ولد، أقول تعالوا من العين يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، 5:30 حديقة. اكتبوا حديقة بحيرة البرشة، بوابة رقم 3، الشرطة والسيارات والخيول والمناديس ومدفع الإفطار والوجبات وإفطار الصايم. ها وعبيدان هناك يمندس. مندوسك. هي والله مندس. مندوسك. هي والله مندس. روح. آه. هل البرشة يا هل البرشة، يوم الجمعة علينا المناديس وعليكم الهريس. يا هل البرشة علينا المناديس وعليكم الهريس. قولوا الصب. ها إن شاء الله. يلا 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 بسم الله. كم نبيع؟ 3000. شاب وقفنا خلاص. هذو 3000 نبيع. سبع. سبع. 4000. أربعة. ها أنا نواد سبع. شو؟ 18000. صار جاي. عمرك 8 سنوات. أنا عمرك 8 سنوات وعندكم 7 أخوات. ها؟ لا أخوي عبد الله. شو تقول بنتي؟ شو تقول بنتك؟ تقول لك عمرها 7000 وتبيع المنسوس 8000. عمرها 7 سنوات. 8 سنوات. 8 سنوات وتبيع المندوس بكم؟ 8000. 8000. عيال أنا عمري 45000. يوم تي السالفة عيال ما بلعبانه هو بوية. يلا 5 ولا المندوس. 3 minutes وبناخد صال ثاني. يلا سريع سريع حرام. يلا 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 5 ولا نفتح؟ 8. نفتح 5. نفتح 1. 5 نفتح. نفتح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. 6000 درهم في المندوس. مبروك مبروك. حلوين 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 حلوين. 6000 حلوين. يلا يا اسمهان السلام عليكم. السلام. ايش حالك يا اسمهان؟ الحمد لله بخير. يا بوش انقطع عن الصخرة عشان ناخذ اتصالك. ما سرعة سرعة. هي هي ودي دي عشان ما نزعلكم. بس شو تسوي بعد؟ فانت لا تقصرين يا اسمهان. اي شيء اقول لك قولي اوكي. 1000 ربيه قولي راضيه. 2000 قولي الحمد لله. زين ان شاء الله. شي يا باكر رقم 1. سؤال يقول اوكي سجل. اجمالي عدد المعاملات الجمركيه التي انجزتها جمارك دبي في 2022. كم معامله سجلوا؟ حلو. 5 مليون معاملة، 10 مليون معاملة، ولا 25 مليون معاملة؟ بسرعة. 25 مليون معاملة. صح صح صح. يلا قول اشتوب. هات المندوس يا ولد. قول هات المندوس. اشتوب اشتوب. يلا يلا نقول مبروك 2000 درهم.
ها اسمهان 3000 نروح راضيه. الو صاصر النو هذه اسمهان، اسمهان كلميني صاصري النو، بارك الله فيك على الهواء نسمعك اسمهان. الو انقطع الاتصال، انقطع اتصالها، لحظه لحظه انقطع اتصالها، انقطع اتصالها، والله انقطع اتصالها يا اخوان. لكن شوفوا العاده نحن اذا انقطع الاتصال نتعذر ونوفر بيزاتنا، بس انا يشهد الله علي اداره بين الاعلام قالي لا تخسر حد، ونحن من بدا رمضان ولا واحد خسر ويانا، صح ولا لا؟ فحرام نخسرها. ابوي اسمهان خبروها، خبروها انها ما باكرم عن سمة دبي وعن دبي للاعلام وعن المندوس، مندوسه طلع فيه 5000 درهم، مبروك مبروك. روح شوفكم ان شاء الله باشر على خير في المندوس، ويوم الجمعه في البرشة جد الحيل شوفكم على خير ما الله. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك، هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك. ها والله يا ولد هات المندوس، يا ولد هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك، هذا المندوس مندوسك. Mandoza! Yaulig hati